مرحبا، اليوم رح نعمل ستيز بإيه؟ هي عبارة عن عدس ومعكرونة وكزبرة قريبة كتير للحراق بصبعه. قليت اللحمة وحطيت عليهم العدس والمي. طبعا فيكن انتو تعملوها بدون لحمة فيجيتيريان اذا بتفضلوا. وحطيت عليهم مكعب خضرة، توم، فلفل اسود، وتركتهم يغلوا. بس لقيت العدسة فيكن تكسروها بإيدكم، بتحطوا المعكرونة وبتحطوا الكزبرة مع التوم. أنا هدول دائما بعمل كزبرة وتوم، بعملهم باكيتات وبحطهم بالفريزر. وحطيت عليهم ليمون، دقتهم شفت شو بدهم، وقدمتهم بزبادي صغيرة. طبق كتير طيب، إن شاء الله يعجبكم، وللمرة الجاية. باي.